بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بتسأل عن الدعامة الهيدروليك أو البالوناية. الدعامة الهيدروليك دي ببساطة عبارة عن يعني اسطوانتين أو بالونتين بيتحطوا في القضيب، واحدة شمال واحدة يمين، وبيبقى متصل بيهم من تحت خزان، ده بيبقى مليان بسائل ملحي زي محلول ملح اللي هو بنعلقه كده للمرضى ده، وممكن يتحط في الخصية يعني كيس الصفن اللي هو الكيس اللي في الخصية، أو يتحط في أسفل العانق يعني حسب نوع الجهاز يعني. وفي مضخة وفي صمامات تحكم تحرك السائل. ببساطة هو فكرة عمله زي جهاز الضغط الزئبقي ده اللي هو بنقيس بيه ضغط الدم، لما تيجي تضغط على الكيس المطاط يرفع الزئبق لفوق. نفس الفكرة، بتضغط على الكيس المطاط سواء في العانة أو في كيس الصف، بتضغط عليه عادي بشكل متكرر، فيبدأ السائل يخش جوه الاسطوانتين فتبدأ ترتفع كده. عايز تفضيهم بتتك على الضرر اللي هيبدأ السائل يعكس الدورة ويروح نازلة كده. دي ببساطة الدعامة الهيدروليك. طبعا هي أقرب إلى الطبيعي، ميزتها عن الدعامة المرنة إنها أقرب إلى الطبيعي لأن الطول فيها بيتغير في الانتصاب والارتخاء، بعكس الدعامة المرنة الطول بيبقى فيها ثابت في الحالتين. هي طبعا كانت مشكلتها زمان إن هي ممكن يحصل فيها أعطال وتسريب ومشاكل في الصمام، يعني الكلام ده يعني قليل دلوقتي، لأن كان زمان ده بيخلي فترة ضمانة في حدود يعني 5 سنين 10 سنين. دلوقتي الانواع الجديده الشركات الحمد لله بتقول ان معاها ضمان مدى الحياه، والامور فيها بقت افضل شويه عن زمان يعني. المشكله الاساسيه بصراحه للدعامه اللي هي الهيدروليك ان هي غاليه في الثمن كتير بالمقارنه بالدعامه المرنه، ولكن الاثنين احنا بنستخدمه معانا يعني. المريض ممكن يختار دي او دي، مفيش مشكله عندنا، هي مشكله بس في التكلفه الاقتصاديه بتاعه دي او دي. الدعامه المرنه بتبقى ارخص بكتير، ولكن دي ميزتها عن الدعامه المرنه ان هي اقرب الى الطبيعي شويه بالنسبه للمرضى. طيب عشان نركب دعامه لابد ان يكون المريض يعني استنفذ كل وسائل العلاج، يعني مش مستجيب لا فياجرا ولا سيالس ولا حقن موضعيه ولا البوز ذكري ولا كريمات ولا حتى اجهزه التفريغ ولا اي حاجه. عادي خلاص هعمل له الدعامه. لازم أن يكون حالته العامه جيده، يعني لو في سكر لازم التراكم يكون اقل من 7، لو في مشاكل في القلب ناخد تقرير من دكتور القلب بان هو ما عندوش مشاكل من العمليه. هم ما بيلاقوش من العمليه لان هي بنج نصفي ومدتها قليله. لو في مشكله في المجاري البوليه او البروستاتا بنعالجها. نركب الدعامه، طبعا تركيب الدعامه طبعا بيحتاج حرفيه شويه في الدعامه الهيدروليك، ضبط المقاس والنوع والماركه ويعني شويه حاجات كده بتتعمل الدعامه. 50% من نجاح العمليه بيعتمد على فتره ما قبل العمليه وفتره العمليه نفسها، دي مسؤوليه الطبيب، تجهيز المريض واجراء الجراحه. بعد خروج المريض من وقت العمليات 50% من النجاح هو الجزء المتبقي على المريض، ان هو يلتزم بالادويه والمضاد الحيويه والتيار والعلاج والحاجات دي في الفتره الاولانيه، ومفيش علاقه جنسيه 4 اسابيع. لو عمل لقاء في اول 4 اسابيع في احتماليه كبيره جدا ان الجسم يرفض الدعامه. طبعا عشان نعمل الدعامه زي ما بنقول الدعامه عمليه يعني هي الحل الاخير، فما نضيعش فرصه المريض لانه ما بيعملهاش غير بعد معاناه كبيره. فالاهتمام بالحاجات اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي الجزء الموجود على المريض والجزء الموجود على الطبيب ده مهم جدا عشان نحصل على نتيجه جيده. الدعامه طبعا حل جذري لمشكله العجز الجنسي، ولكن قد يكون معاه بعض الصعوبات. اهم حاجه بتواجهنا مشكله ان المريض فاكر ان الدعامه بتديله استمتاع مفتوح. للاسف الدعامه بتديك استمتاع لحد القصف، يعني ايه؟ مريض جاي في دماغه انه يتصاب 24 ساعه يوميا، وده ممكن. ولكن المريض مثلا ممكن يكون القصف عنده بعد دقيقه دقيقتين، هو هيستمتع بالعلاقه الجنسيه لحد ما يحصل القصف. فحصل القصف خلاص هيخش في حاجه اسمها مواد جنس، يعني مفيش اي اثاره او احساس زي الرجل الطبيعي العادي. طب ايه الحل؟ احنا بنعمل عمليه علاقه عجلانه تاخير القصف مع الدعامه. ده عندنا في علاقه كلينك ده البروتوكول بتاعنا. العمليه دي ببساطه بنقص حته جلد صغيره مكان الطهارة وعدد صغيرة أسفل القضيب من نفس فتحة الدعامة، دي بتقعد حوالي دقيقتين العملية دي، دقيقتين فقط في الزمن، ولكن بتزود مدة القصف أضعاف أضعاف، يعني بدل ما هو دقيقتين ثلاثة ممكن يبقى 4 و5 و6 و10 أضعاف الكلام ده، بتفرق من شخص للتاني، ولكن هتزود القيمة المضافة للعملية ويحصل على أفضل نتيجة ممكنة، وشكراً.